مساء الخير الكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم اليوم لقيتوني دوشت، كنوجد في راسي غادي نمشي نتعشى في واحد البلاصه زوينه غادي تعجبكم. البنات اللي كاينين هنا في الامارات كملوا الفيديو، اولا البنات اللي كاينين في اوروبا وباغيين يجيو باش نمشيو ليها، بلاصه زوينه 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 بزاف. المهم هنايا كما كتشوفوا ضربتها بواحد التدويشه، كان نرطب لوجيه، وعلى فكره داك صيغاف حسب المغرب كتقول صيغاف، انا نولي نقوله ولا سيغافي كما كنقولوا حنا، كندير به حتى الكوعين ديالي، سميتو الكوعين باش يبقاو ليا رطبين. وهذيك الزيت ديال الشيه كنت خديتها من القريه العالميه من عند افريقيا، من القريه الافريقيه، صراحه واعر، كندير لجسمي كامل البنات، الرطوبه ثم الرطوبه. ايوا صافي، من بعد هنايا غادي ندوز نحل الشعكاكه ديالتي. سالف عبله. غادي ندير لي بونطين بديل الزيت، اشهارات فابور انتم سمعوني يا البنات. المهم دايره بديل الزيت لانه دايره الكافيار من الفوق ومن التحت، فكيبقى لي من الداخل كيتشبك. كندير لي قطرات من زيت ارغان ديال ماتيا، الصراحه زوين عندها زيت ارغان، لي برودوي ديال ماتيا كاملين عارفين راهم زوينين. كندير غير لتحت لانه شعري انا كيتلصق وما كنحملوش ملصق، كيتزم بسرعه وقتها، وانتم عارفين الكافيار والبروتين وهادي، فما كنديرش كاع الفوق. صافي كنمشط السالفه البنات، حيت انا ما غاديش نشفو اليوم في الدار، غنزل الصالون هذاك الشيء علاش غير مشطو. صافي ايوا، من بعد شوفوا التصوير. دبه خارجه. والله ما يتنمر عليا شي واحد، انا نتنمر على راسي. الخرجه ما عرفتنيش البنات، وليت باغا ندير التصوير في شكل، حطيت الكاميرا وخارجه زعما من الحمام. ايوا صافي، لبست هنايا البنات باش ننزل الصالون، ها انتوما شوفوا. قبل جيت لقيت ماما دايره الكبسه، ها انتوما هادشي كامل دبه وكلشي، ولكن راه ما غتهبط للصالون تنقصي. اللي دارها الله هي اللي كاينه. بدي لا اله الا، ولكن غنعطي شي سميه لراسي. هادي سيسي ديما جايه من المدرسه مدايره مطحطحه كنشدها. شوفوا هادو يديت الوالده، تاهي كتسلم عليكم البركه، الله يخلي لكم والديكم ويطول في عمرهم. المهم حد ما يتنمر علينا، غنتنمر على راسي. شوفوا قداش ومازال كنحط في الكبسه ناكل، قلت لهم عاد ننزل الصالون وربي كبير اختي كطك تحت عليا الطونسيون كنسخف، ناكل اللي دارها الله هي اللي كاينه. ايوا صافي البنات، انا كنوريكم هنا بانه ضفاري مقادين ديال يديا، ما غاديش نصايبهم، اكيد غادي نمشي لاحسن صالون فيكي هي الامارات، قمر الزمان ديال ام عبير، عندها ثلاثه الفروع ما شاء الله، هو اللي كنمشي ليه مؤخرا، خطير البنات والله الا واعر، كل شيء اللي جاو قالوا لي واعر. وعلى فكره هي كانت دايره عروض، كانت دايره عروض ديالي واعرين وساله، ولكن اليوم منين هبط للصالون قلت لها اختي شوفي اليوم انا راه يوتيوب عافاك، عطى البنات ديال يوتيوب يقدروا يكونوا ما شافوش انستغرام، فردت لكم العروض هذه. والله الا متتبعه ديالي جاي دير العرض اللي انا درت عليه، العرض اللي هو البنات كافيار لاي طول شعر ب 200 درهم، تخيلوا كافيار لاي طول شعر 200 درهم، وبروتين لاي طول شعر 100 درهم، هذا سميتو عرض ديال سموره. سيروا عندهم، انا نخلي لكم رقم التليفون، قول لهم من طرف سموره وراه غديروا هذا العرض، وانا راه والله حتى دايره عندهم كافيار داك الشيء زوين. المهم انا حاجهكم البنات كندير بيديكور ديالهم، صار عندهم فيليبينيات، عندهم البنت هذيك مصريه كتصايب الشعر كتصرعوا. صافي هنايا صافي لقيت لي السميه العرندسه. والله تنسمي العرندسه راسي، مرت العرندس. غنقطع الفيديو وغادي نمشي نسالي الفيديو، غنمشي نكتبها في الانستغرام وفي كل شيء. صافي من اليوم قولوا لي العرندسه، مرت العرندس. ما كاين لا دب لا والو، عرندسه صافي مشات عليا. المهم كما كتعرفوا جيت طلعت كنضرب في ميلفي القهوه، عاد نمشي نماكي، طاح لي الطونسيون عاوتاني، تهبط للصالون الساعه وطلعت طاح لي الطونسيون. قولوا لي علاش كتاكلي ميلفي عاوتاني، نخرج لكم من التليفون. صافي من بعد ما حلينا باش نولينا، دخلت هنا البنات باش ندير المكياج. هادوك لي زيتاجير اللي عجبوكم راه خديتهم من نون، وعلى فكره البنات راه عندي خصم، كود خصم فنون، فنون ونامشي وفي ترينديول. دابا نعاود نتشاركوا معاكم. مهم اول حاجه درت شويه ديال السيروم لوجهي، من بعد انا كندير عكيكو البنات، ديما تنقولها لكم
المهم مكياجي راه خفيف ظريف، انايا ما عنديش مع داكشي بزاف ديال المكياج وصافي. هنايا من بعد درت لونتي ساغن، كندير هذا ديال شكلام، والله الا زوينه البنات. تما عندي واحد طبعه ديال واحد الحبوبه تندرك فيها، ايوا غادي نمشط حجباني ماشي بزاف يعني، انا حيت داير هذاك الميكرو بليدينغ نعاود عليه شويه وصافي يعني. ما دايرهش الشفار الصراحه، ملي كتكوني دايره الشفار تيكون المكياج ساهل، ساعه ما دايراهمش البنات كديراهم ومشيت هذيك النهار للبحر وما يطيحوا ما عاودتهمش. صافي غادي نمشط حجباني كما كتشوفوا البنات، خاصني يمكن هادشي نزيد نزرب ولا مزيانه هكا. المهم طاب 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 كان عطاب شفتو والله الا البنات، لا المكياج ديال شي غلام والله الا زوين، ما تحقروهش في الصراحه، واخا زعما الثمن ديالو رخيص ولكن والله العظيم الا زوين. انا في الصراحه تندير شحال من حاجه من عندهم، ماتيريال ديالهم زوين. هاد الباليت ديال هدى بيوتي سبحان الله، واش غير انا بوحدي لي باليت كيتهرسوا ليكم ولا حنا كاملين ولا شنو هادشي؟ غندير لون واحد انا يعني، ما في من كيقول لكم بقا نتفرج في هذوك الفيديوهات حديدي فديدي، انا يعني ما عنديش الخاطر البنات. لون واحد غادي نديرو فوق عيني، وغادي نرجع ندير شويه ديال داك الصقلي والمداني، ما عقلتش على سميتو، مشت لي السميه. ملي كنبغي نصور لكم فيديو نبغي نهضر كتمشي لي السميه وانا والله ما نقطع ونعاود. صافي المهم نتوما راكم فاهمين. ومن بعد كندير شويه ديال هذاك اللون بحال بنفسجي مغموق من التحت وصافي بحال مكحله. هادشي اللي كندير البنات، هذا راه هو مكياج. تخيلوا اني ساليت، صافي خفيف وظريف. هنايا ما عرفتش الماكي على التليفون وانا نمشي للمرايه. ايوا صافي شوف شوف هنايا عرفتو تعصبت البنات، ما عرفتش نصايبو قدام التليفون درتو عوج، وعاد وانا غادي نقطع وغنمسح هذيك الروينه اللي درت وغادي نمشي نصايب واحد اخر. شفتو كنمسح فيه هنا، عرفتي زعما اللي عندها اللي كتطلع الايلاينر من الدقه الاولى، والله الا تكون بروفيسيونيله بروفيسيونيله. المهم ماشي سوق. صافي راه صايبتو منين قطعت. هو انا غادي ندير شويه ديال البيضيه في عيني هكا زعما باش نكبر العينين، هادشي اللي كنضلوا نشوفه في التيك توك حنا كنطبقوه. صافي من بعد هنا شنو غندير عاوتاني؟ الثاني درت شويه ديال هذاك الكحول من القدام. ايوا غريس لي غريس لي، سيروا ترجع لكم شوفوا انا شوفوا الفرق. هذا ديال سيفور، هذا الريسيل زوين والله الا. صافي ريسلت انا ساليت، هذا شويه داك ديال شيكلام كما قلت لكم كنحدد به شويه شفتو غير شويه وصافي، انا ما كنعرفش لا داكشي غير شويه وصافي كنحدد وصافي تنطابي بنفس هذيك غير هي كنقلبها في ما ندير كل حاجه ديال حاجه. الدنيا سهله نسهلوها علينا. صافي من بعد عاوتاني شنو غادي ندير البنات من بعد هاد المرحله؟ نبيض شويه بلونتي ساغن باش يبان التحديد. ها نتوما شفتو راني في شكال والله الا ساهل البنات، المكياج هذا كنديرو ساهل وتتبان النتيجه زوينه يعني، بلا ما نبقاو نكثروا على راسنا. هادشي اللي كندير انا الصراحه، شوفوا ها نتوما شفتو جي تحدد وكلشي. هنا تنقد في النيف زعما الضحكه. دابا كندير شويه لوز باودر باش نثبت هذاك الشيء تحت عيني. اسهل من كده ما فيش. يلا شفتوا مكياج هو سهل. دابا عرفتوا هاد لي طاب واعر البنات اللي كنتو خارجين وبغيتوا انه العكر يشد ليكم، ديروا شويه ديال فونديشن ولا هادي فمكم هكا كيبقى شاد ليكم العكر لمده طويله. صافي غادي نحدد شويه بهذا القلم، غير جربوها وطابي وعاد ديروا فوقها العكر راه غادي يبقى شاد ليكم مزيان. صافي من بعد البنات غادي ندير زنيقه، زنيقه مهمه حتى هي ديال شيكلام، والله الا زنيقه شيكلام زوين فغاجو ديالهم فغاجو. حنا كنا كنقولوا ليه دابا راه هادشي بلونغلي ولا عندو سميات شكال. صافي من بعد البنات كندير هذا ديال مايبيلين حتى هو بوزو، ما تخافش
الى مده طويله كيبقى حتى كتجي تمسحيها عاد كي تمسحي بديال ما دي ماكيون عاد كيتعيد صراحه، واللون ديالو زوين. شفتو كيفاش ساليت؟ شفتو تما زعما ندير شويه من الداخل، هذاك حتى هو ديال نيكس ولا ما عرفت ديالهاش. المهم اللي بغات شي حاجه من بعد تكتبها ليا، راه غادي نكتب ليها. ايوا هادي هذاك الهايلايت. الاضاءه صافي، حتى هي طابيت شويه. هذا ما كان البنات ساليت، انا كنت تحضر زعما باش نقاد ساليت. ايوا صافي، من بعد منين مشيت لبست، ايوا دابا جاي نطلق عليكم زيني شي شويه ونوريكم شنو لبست. انتم طلقت شعري عرنداسه ولا ماشي عرنداسه؟ العرنداسه من هنا للقدام، تقولوا لي العرنداسه اللي هي مرت العرندس. ها هي العرنداسه البنات سالات. من بعد غادي توريكم الحطه، المهم الحطه ديال الغلاض. عرنداسه غليظه. المهم بالسروال يعني عالي شويه، راكم عارفين دابا الفورمه شويه ما مساعداش، ماشي بحال شحال هادي. وصنيديله والساك هذاك كيجي مع كل شيء، ودرت هذيك ديال اللولام من الفوق على كتافيه، يعني هذيك لاشوميز البيضاء. هادشي ما كان البنات، هادشي اللي لبست صافي. راه قلت لكم قلت لكم العرنداسه غلاضت شي شويه، دعيو معاها الضعف. صافي من بعد البنات بغيت نوريكم، شوف كننزل في هذاك، كننزل في هذاك اللي لتحت. من بعد البنات غادي ندوز ندير البارفان، بغيت نوريكم البارفان اللي عزلت اليوم. صراحه كل نهار كتجيني على بارفان، انا غادي نوريكم البارفان اللي عزلت. ايوا صافي العرنداسه دوزي من هنايا تتيا قاغت غادي جايه علينا. شفتوا المكياج كي كيبان زوين وساهل. اليوم اختاريت هاد البارفان ديال ابراهيم القراشي اللي دارت لي هذيك صبري، هند صبري سميتها، ما عرفت سميتها، هذيك اللي كانت مجوجه بابو هشيمه، دارت لي اشهار صراحه. الريحه زوينه، طوباكو فنه البنات اللي كاينين هنا، ولا هذه غير خذوها والله الا ريحتها كتحمق. ايوا صافي، هنايا غادي نتوكل في حالاتي انا. هبط شوفوا شارع الشيخ زايد اولا الاما اولا الداون تاون من اللور كي كيبان. هنا جيت البنات فين جبتكم معايا، جيت على فندق رامي، لواحد المطعم ايطالي واعر. شوفوا هذا الفندق شحال زوين، اللوبي ديالو حتى يحمق. فالمهم جبتكم معايا، بغيتكم تكتشفوا واحد المطعم ايطالي زوين بزاف البنات، راحة نفسية ديال لي كوبل، ديال انتي وماماك، ديال فهمتيني، جيت بنادم يبدل الجو. عندهم ها هو المنيو، شوفوا 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 ما شاء الله، عرفتوا فن فن، راحة زوينة، ستايليرينو ايطالي. انا كيعجبوني بحال هكا لي ريستورون اللي تيكون الشاف محلولة عليه، كتبقاي تشوفي شنو كيطيب شنو كيدير، وكل شيء قدام عويناتك. وشوفوا لي المنظر ديال برج خليفة كيفاش كيبان، عرفتوا برج خليفة كله كيبان واعر، عرفتوا الفيو ديالو كيحمق البنات. واللي حمقاتني عاود هي هاد الشجيره ديال الحامض دايرينها في وسط المطعم كتسطي. ايوا دابا شوفوا شنو طلبت، جابوا لنا هذا لي كروفيت زوين، لي كالامار سمحوا لي، سالاد، وهذاك العصير تاع حمق حتى هو البنات. المهم انا غادي نقول لكم، وهذه فنه، المهم عرفت شنو سميتها، المهم فرمجه وزوينه. في الاخر بغيت نقول لكم الاثمنه باش تصدموا البنات، عرفتوا هذا اللحم تيذوب في الفم، والله البنات لا كيذوب في الفم. اما السلمون مستحيل اللي مشى تطلبوا كيحمق، السلمون تيحمق بمعنى الكلمه، ماكلتهم واعره والله البنات الا فنا ماكلتهم. واثمنه جد مناسبه، اثمنه ماشي جد مناسبه، يعني على الفيو على الفندق اللي هما فيه وعلى هادي، كيبان لك بانه غيكون هذاك الشيء غالي، ولكن سمعوني نقول لكم لي تخوا كورس انتم سمعتوا. واللي هو السالاد ولونتري والديسير، ثلاثه الحوايج، تخيلوا ثلاثه الحوايج للشخص ب 150 درهم،
والله العظيم يا البنات داكشي فن. تخيلوا 150 درهم. الا مشيتوا تما انا غادي نخلي لكم الارقام ديالهم. المطعم سميتو ماما ماريا في فندق رامي داون تاون. ماما ماريا فندق رامي داون تاون. المهم العرندات راه كتقصي. شوفوا هنايا طلبنا ال ويلي مشات ليا تيراميسو. باش عجبني كيجي بحال الشو كيجي وصايب وحداك. شوف ولكن تيراميسو ديال بصح داكشي راه فن فن ما شاء الله وحق الله. 150 درهم البنات والله العظيم. بعد مرات كتدخلي غير الماكدو ولا هادي ويا ربي تسمح لي ديك الماكله حالته وتدفعي اكثر. دابا 150 درهم الشخص تاكلوا سلطه فنه، تاكلوا لونطري زوينه وتاكلوا سلطه تاكلوا يعني الديسير. والله العظيم البنات كننصحكم تمشيو لي. غنبقى نجيب لكم الهميزات بحال هكا بالنسبه للبنات اللي كاينين في الامارات وبالنسبه للبنات اللي ناويين انهم يجوا لي فاكونس الامارات. ايوا صافي الحمد لله حنايا هاي العرندسه سالات صافي شبعت. ايوا صافي دابا غادي نشري في حالاتي البنات. يلا هذا هو جهد اللي ما يبات انا غنمشي في حالاتي. ايوا لعجبكم الفلوغ لايك وشير. باي باي عليكم.